السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الإخوة والأخوات كما شاهدتم في العرض المختصر السابق لمسيرة وبرامج هذا المركز المبارك مركز الهداية الإسلامي الواقع في جنوب لندن لخدمة الجالية الإسلامية في تلك المنطقة ودعوة غير المسلمين هناك هذا كله بفضل الله وحده سبحانه وتعالى فله الحمد والشكر وفي ختام هذا العرض أدعوكم جميعا في المشاركة والمساهمة معنا وذلك بدعمكم للانتهاء ما تبقى من القروض أسأل الله أن يجزي كل من ساهم وأن يخلف لهم خيرا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.